السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت له في تلفزيون 21 بوصة. قلت له التلفزيون شغال طبيعي؟ أشغل؟ التلفزيون شغال طبيعي زي الفل، والقايمة شغالة وكل حاجة شغالة تمام، ولكن التلفزيون بعد فترة من التشغيل بيقطع إضاءة خالص، بيشود نهائي، والشوت بيكون موجود. عطل التلفزيون بيقطع إضاءة نهائي والشوت بيكون موجود، وبعد شوية بيشتغل لوحده تاني. ده على حسب كلام الزبون. فعطل التلفزيون مش هيبعد عن الفتيلة أو تغذية الفتيلة، وأنا هفك التلفزيون وأتابع العطل وأكد على لحمات الفتيلة، وهتأكد من جهد الفتيلة، هتأكد من جهد الفتيلة بدون استخدام الآفو، هستخدم لمبة بيان. هنتابع العطل. التلفزيون بيشتغل طبيعي، وبعد فترة من التشغيل الشاشة بتشود والصوت بيكون موجود. عطل التلفزيون مش هيبعد عن شكل الشاشة. هتأكد من جهد الفتيلة على شكل الشاشة، وهتأكد من جهد الفتيلة على تغذية الفتيلة من اللاين من خط 180 فولت، وهتأكد من اللاين نفسه جهد الفتيلة من خط اللاين. نتابع العطل. أول حاجة أعملها في التلفزيون هتأكد من فتيلة، وأتأكد إن الفتيلة بتقطع إضاءة أو لا. هجيب لمبة 12 فولت وأحطها على طرفين الفتيلة، هنا طرفين الفتيلة، أنا هنا حددت طرفين الفتيلة، واحد أرضي والخط التاني اللي جاي من اللاين. هبدأ أشغل التلفزيون طبيعي، أوصل عليا، وصلت واللمبة 12 فولت اشتغلت، دليل على إن التلفزيون شغال. حاليا اللمبة شغالة والتلفزيون شغال طبيعي، ولكن على حسب كلام الزبون بيقول لي الشاشة بعد شوية بتشود، أو بعد فترة من التشغيل بتشود وبعدين يشتغل لوحده. فأنا هتأكد من جهد الفتيلة أثناء التشغيل. حاليا التلفزيون شغال، وعلشان أتأكد من العطل كويس هبدأ أحرك المكنة من مكانها، وأحرك اللاين بحاول أحركه من مكانه، وأتابع الفتيلة. حاليا أنا بحرك اللاين، حاليا مفيش حاجة بتعلق. أحاول أوضح كل التلفزيون، أخلع شوكة الخط 180 اللي معاه الفتيلة. حاليا خط 180 في إيدي والفتيلة قطعت، أوصل تاني. حاليا وصلت، الفتيلة منورة معايا شغالة. أحاول أحرك الشوكت اللي جاي بالمية وتمانين فولت اللي جاي من اللوحة. أطلع الشوكت عشان أوضح. حاليا التلفزيون شغال، ده خط 180 اللي معاه الفتيلة. بحاول أحرك التوكت من مكانه، احتمال بيعلق الجاك اللي هو اللي جاي، السلك اللي جاي من اللاين خط 180 اللي معاه الفتيلة، مفيش أي حاجة بتعلق. أحاول أخبط على اللوحة نفسها، مفيش أي أسلاك بتعلق، مفيش أي حاجة بتعلق. أرجع التوكت مكانه تاني. حاليا التلفزيون شغال، لازم في حاجة بتعلق علشان التلفزيون بعد فترة من التشغيل بيقطع إضاءة والشوت شغال. بيقطع إضاءة والشوت شغال معنى كده إن الفتيلة
بيتمنع عليها تغذية الفولت، بحاول أتأكد في حاجة بتعلق أو لا، واللاين نفسه بحاول مع اللاين في أطراف اللاين، ولكن هفك اللوحة من مكانها وهتأكد من لحمات اللاين من تحت. بحاول أوضح خط الفتيلة، احتمال يكون بيعلق من اللاين نفسه، بس حاليا مش عايز يعلق معايا. هقفل عشان أوضح. حاليا أنا موضح منطقة اللاين، فعلا خط الفتيلة اللحام يعني مش طبيعي، فأنا هأكد على اللحام على خط الفتيلة اللي هو رقم 2، وألحم كمان خط الـ ABL، ومعاه كمان خط الـ 180 فولت علشان ما يعلقش بعد كده. حاليا عملت إعادة لحام على اللاين على خط الفتيلة وعلى كل الخطوط الباقية. هبدأ أشغل التلفزيون، حاليا شغلت والفتيلة شغالة، أنا عامل اللمبة عشان توضح والفتيلة شغالة، وهنا الموضوع انتهى خلاص. بدل أنا أمنت على الفتيلة واتأكدت من كل حاجة طبيعي، أشيل اللمبة اللي بتوضح لي الفتيلة، وهأكد لحام على خطين الفتيلة للأمان، وهوضح التلفزيون وهو شغال. التلفزيون شغال طبيعي بعد ما أمنت على الفتيلة.